أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال شيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى: باب الحال. هذا مثكن باب الحال وحال ذا باب كذي ولي وحن كل حجرنا منصوبات الأسماء وحن سوق هذا منصوبات الأسماء 15 أسماء ذا انت الله كردقاه وشن يتوان أيان سوق هذا شن يتوان كاوحن كسوق هذا مفعول به مصدر ظرف الزمان وظرف المكان قيبتي الشناد أيان هل كان كبدا قلينا قيبتي الشناد وحل إراها الحال حالو حوره ومرك الشيخ إنه كو تعريفيه أو كو قيحه بل مرك هرين تان أحكام تحالة للقلين هر تحالكم حوية الحال محل إيرا حوكو إير الشيخ الحال حالكو هو حالكو الاسم حالة واسم الاسم اللي يرمحاتك وقاتيها لك الحال لا يكون فعلا ولا حرفا حالد فعلنا من نغن كرتو حرفنا من نغن كرتو ولجدد مرك شيخا وكلي ياهي حالد وين نغتو اسم مرك كلي ياهي سواء كان اسما صريحا أو مؤولا حيا لي حالد وحي نغن كرتا اسم صريحا أو اسكعب وقف لباه واركيو إن اسم أيتهاي وتصالحان محاكم ذا جاء زيد زيد يمد فائزا حالو يهي سوغو سوغ قوليستي جاء زيد فائزا حالو فائزا تاسمح أن أركي إن حالة دي النغتي اسم صريح وحيك لي حالة دي النغن كرتا مؤول اسم أنا عدينو مؤول بالاسم وح اسم الغفة سري دونو لكن مركات في رسو أن اسم باهايد مثلا حالد وحي نغن كرتا جملة تصالحا وحاتري جاء زيد زيد يمد يضحك حال وقسلي جاء زيد زيد يمد يضحك حال وقسلي هذا ماشي أن نكسوك إن حالد وإن اسم نغته وحاسوه فريستي جملة ككوبا فعل هي فاعل لكن جملة هذه حالة أي جملة نغته جملة سوى مؤول مؤولة بالاسم جملة سوى حالو أولي اسم وهو حي معنى قبتها لليه جاء زيد يضحك معنى ها وحي كرد قنتهي جاء زيد يضحك أي ضاحكا حالو مرك حتى هذه علماء النحو وحي ليه حالة حتى هذه جملة نغته جملة سمحين نغنى جملة مؤولة بالاسم جملة وحين نغنى اسم لغو أولي وهذا عكرتا حالة إن نغتو جار مجرور هذه جار مجرور إن نغتو جار مجرور كنفتي سوى مؤول بالاسم اسم لغو أولي مركا اسم كوحول جيدا الشيخ الاسم الصريح أو مؤول بالاسم حالد وحي نغن كرتا اسم عد واسكا قيحا وحي نغن كرتا وح اسم لغو أولي مثلا جملة أوكالي اسم كاسو المنصوب إيه لكور ديغو حكو رشاخ حالد وحي واجب إيه لكور ديغو منصوب إنه نغة واجب مربع هذه حالتها هي حالد فاعل من نغن كرتو معالا هذه فاعل نغن لهيد حالة ولغمة المامين مفعول به نما نغن كرتو الحال لازم حوي هديب حال ويهي إن لكرد قاهي واجب اسم كاسو المفسر فسره لما الذي كي فسره إن بهم هو ما قاسي قرصومي وحي كا قرصومي أو كاده قلي أو تقرن ويسي أي حالة كو فسرتا وهو أن قروي نمحيتها وإنه فسريش
ومن الهيئات قاببك شيء قابك أويها ينظام كيسا يهب كيسا قابك أدقرم ويسي أي كوفصري الهيئات وجمع هيئة هيئة لقوفصري هيئة لقوجمعي هيئات ومن الهيئات قاببك قابك أدقرم ويسي ينظام كي أتفهم ويسي أي حالة كفهم سيسا تصالحان فخرج منها خائفا يترقب آيات القرآن كما كانوا فيرنا فخرج منها نبي الله موسى وحو إساقب حي مقالة هذا مركو مقالة نبي الله موسى كب حي قاب كيسو سيئها كيف كانت هيئة موسى عليه الصلاة والسلام حينما كان يخرج من تلك القرية مركو قرية داسي مقالة دا كب حي قاب كيسو سيئها نبي الله موسى وحنو فصير إيسا حالة دا كدن بيس قاب كي مقالة دا وقب حي نبي الله موسى وحالة دا نمحينا لدها خائفا حال وعبسنا يو نبي الله موسى إساقو بقي عدو كب بقي عدو إساقو كب بقي وحو إساقو بحي مقالة دي حقه دي. إذن مركا دائما حالة سواء كانت اسما صريحا أو اسما مؤولا دائما وحيكو فسري وحي كاقر صومي أو شكي أو كاقر هذه جملة نغتنا واسدوك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت آيات دمركا فيرنا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم سومارك كوي قريه دي إساقبحي ومرك يقريه ذا كبح ين سئها ين قريه ذا مرك يكبح ين حال كذا سئها وحكوفة سريسة حالا كذا بيسى الجملة ذا وهم ألوف والحال هم ألوف كمنان أيقوا مرك الجملة ذا وحكوفة سرتي وضحت وبينت هذه الجملة عدد الذين خرجوا من ديارهم كوي قريه ذا يساقب حي ترده ذي جملة ذا نكو عبدس ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم والحال هم ألوف كمنان إيهن إذن دائما حالده وحي كو عبدس وحي الشك وكاق علي ومن الهيئات قاببك قابك النظامك سلوبك الشيب ويهي أي كو عبدس وذلك نحو قولك وهذا الكاغو كلاو كير شيخ واتري جاء زيد زيدين راكبا حال ويهي اسقو كرسن غاديد اسقو سارن ايو زيدين انت ان راكبا لغارين هدي لغو غابسن لها جاء زيد زيدين قفكا وحو شكي كغلي لها كيف جاء زيد مركو ايمان اي قاب كيسه هيئديس سئهد زيد misago gaadiid saaran u yimid misago lugaynay u yimid nidaamkiisa iyo usluubkiisa sii aha xaaladana ku cadeynaysa nidaamka iyo hay'adu sayd raakiban xaal u yahay isago gaadiid iyo daabad saaran isago gaadiid saaran sayidka idan raakiban waxay ku cadeysay hay'adu majii sayd qaabka sayd u yimid ay ku cadeysay marka xaaladan oo kale raakiban وحال ليرا حالة منتقلة حالة وحيوق يبسنتا لبا قيمين حالة وحيوق يبسنتا لبا قيمين حالة منتقلة هي حالة لازمة حالة منتقلة هي حالة لازمة فرق يقول لحي يمحوية حالة منتقلة وحال ليرا هي التي لا تلزم صاحبها هي التي لا تلزم صاحبها وحالة صاحب كذا أن لازمين هذا تصالح الشيخ أكسي يفير جاء زيد زيد راكبا حال زيدك ودابت سارين هي مقاديد وسارين راكبا حقيقة حالين قفك وحسارا وقفك حقيقة وحلقة حالين هدي اللي وقفك استفادا اسكالها اللي زيد سماها
إذن مركز زيد كاس ولي اسم الله زي ما ركوبك إلا أكبر أنت دابد موسكس عرانو حالة دا سوكرا وحليرا حالة منتقلة حالة منتقلة هي التي لا تلزم صاحبها وحالة صاحب كذا أن لازمين قيبت الله بعضنا وحوه وحالة لازمة حالة اللازمة محيط هي التي تلزم صاحبها ومد صاحب الحال كاللازمة صاحب الحال كماشا لقى حالين ولقد ويسك اللازم فصالها المحاكمة دعوت الله سميعا بصيرا مثلا وحاتري وحاتصال أسوء قادتي دعوت الله إلهي أيام بريتر إلهي أيام بريي سميعا حال مغلي إلهي سميعا حال إلهي ومغلي والدعاء ومغلي إلهي دعوت الله إلهي أيام بريي سميعا حال إلهي ودعاء إذا مغلي حالا أنا كلام حال لأنها سميعا وحالا لازمة لأنه حقيقة حالين إنها سميعا الله أنك حالين سماع لا يزال الله إلهي كمزولا يسميعا بصيرا أبدا سرمدا وليقس إلهي هو السميع بصير وليقس وليقس فضى مرء إلهي يعني فاروق يوم يجرت دائما وسميعا بصيرا إذن مرك حالة سوكرا وحليرا حالة لازمة وحالة مدى وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان آيات مركة فيرسي وخلق الإنسان إنسان كي والله أبور ضعيفا حاله يهي إسهو ضعيفا ضعيفا تحقيق حالينينا الإنسان الإنسان حالة نوك المركة وحالينا ضعيفا واللازمة لأن الضعف يلزم الإنسان ولقى ضعيفة أود أتشغن يسو بين بينه أود أتشغن يسو وحكي جيرا مرة بين بينه وخلق الإنسان ضعيفا إذن مرك حالة لازمنا ويكوت ماذا منتقلنا ويكوت ماذا وحيك لدي عك المرك الله في ريو حالة وحيك لدي وقيب سنتها حالة مشتقة هي حالة جامدة حالة مشتقة هي جامدة حالة مشتقة محل الرجل حالة مشتقة الرجل وحوي وحالة تصرف له تصرف له وفعل ماضي مضارع أمر مصدر اسم الفاعل اسم المفعول أمثلة المبالغة تصرف كاس إسكال هذا ويقد قدومي كرتا هذا وكلا وحليرا مشتقة وحكم إذا تصالها الشيخ وكسيه جاء زيد راكبا أريق راكبا سو فعل ماضي مالها فعل ماضي وليه ركب وكري يركب وكري فهو راكب ركوبا مصدر كيسي وركوب وهكذا وحا مربر دينا عسي حنكرة ومر بردنا آلية وتصرفه وحال إلى حالة مشتقة حالة مشتقة وحيك لي حالة نغتا جامدة جامدة وحاول مدى أن تصرفك لهينو فعل إيو مصدر إيو اسم الفاعل إيو مدنا أن لهي حال إلى حالة جامدة مثلا وحاكم إذا بعت الشيء شيء وانكذي يدا بيد يدا حاله يهي بمعنى مقبوضا أصغو لغو قادي بيد قعنتك أيضا لك لقاتيو وأن دين إيو مذن أنا هين بعت الشيء يدا بيد بعت الشيء شيء قادي يدا حاله يهي أصغو قعنت لغو قادي يدا بمعنى مقبوضا حاله يهي أصغو لغو قادي بيد قعنت لغو قادي مركان فيرينو أريغان حالة دي هدى يدا وحاله وحلقه تلماما جامدة لأنه أرقى يد وقعنتها ملها فعل ماضي مضارع مثل ملها حاله وجامد إذن مركة حالة هاس هي أقسام تاس أي حالة وقيف سنتاه منتقلة لازمة هي مشتقة هي جامدة أي وقيف سنت اللغة العربية مركة لفيريو محا أقبضا حالة
labadana aan u qaybinay oo ah laasimo iyo xaaladu inay noqoto muntaqila waxa ugu badan xaaladu inay noqoto muntaqila oo saaxiibkeedu inaysan laasimin ayaa ugu badan markii la yiraaho mushtaqada iyo midda jaamidadana yaa badan luqada carabiga waxaa ku badan inay noqoto mushtaqa mushtaqa badan wakownuhu muntaqilan mushtaqa yaqlibu laakin laysa mustaxaqa ibn malik wuxuu ku leeyahay wakownuhu muntaqilan mushtaqa xaaladu inay noqoto muntaqila mushtaqa yaqlibu bimacnaa yakthuru fi luqa alcarabiya luqa alcarabiya saasaa ku badan uu ku yiri sheekh luqa alcarabiya waxaa ku badan muntaqila iyo mushtaqo mushtaqa badan laakin laysa mustaxaqa bimacnaa laysa laasiman fi luqa alcarabiya laakiin daa'im wax soconaya ma ah mararka qaar ayay waxay iska noqon kartaa laasimo mararka qaar waxay iska noqon kartaa jaamidu ayb wadalika naxwu qowlika jaa'a zaydun zaydaa yimid raakiban xaal uu yahay zayd zaydkan ka xaalaynayna saaxibulxaal waa zayd raakiban xaal uu yahay mid korsan xaaladan markaad fiiriso raakiban waa muntaqilo dhinaca kale markaad ka fiirisana waa mushtaqo lanu ficilay leedahay masteray leedahay mushtaqo wey say u icraabayna jaa ficil maadi mabnuu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab zaydun faacilu jaa'a marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhiri raakiban waa xaalun mansuub waxaan ka xaalaynaynaa zayd xaalun mansuub wacalaamatu nasbihi fadxatun daahiratun fi aakhiri idan marka xaaladu sheekhu wuxuu kuu misaaliyey iyadoo ah mufrad jamacna way noqon kartaa wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma laacibiin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma samaawaadka iyo ardada iyo inta u dhexaysaba ma aanaan abuurin laacibiina xaal aan ku cayaarayn cayaar cayaar iyo dheldheelu ma aanaan abuurin bal waxaan u abuurnay lilictibaar in lagu cibro qaato fiiri hadda laacibiina waa xaaladii oo noqotay jamac jamac markaasoo kale se u icraabi laacibiina waxaad leedahay waa xaalun mansuuban wacalaamatu nasbihi maxaan leenahay aliyaa aliyaa almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha niyaabat can alfatxa liannahu jamcu lmudakari saalim anahu fii xarfan alxaraka wanuunu ciwadun can itanwiini fi lismi almufrad idan marka xaaladu waxay ku iman kartaa jamac waxay kale xaaladu noqon kartaa jumlana way noqon kartaa xaaladu jumlana way noqon kartaa waxay noqon kartaa jaar majruur waxay noqon kartaa daraf waxay noqon kartaa jamac shu'uun fara badanay leedahay iyadoo jumla maxaa ka mid a aayaddii hore aanu misaalinaynay alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim walxaal hum uluufun wa hum uluufun laakiin xaaladu hadday jumlo noqoto waxaa laga maarmaana inay iska leedahay raabit waa sidii yacni jumladu hadday noqoto khabar waxaanu soo marnay waxaa laga maarmaana raabit waxaan kalan soo qaadanay jumladu hadday sila noqoto oo mawsuul ismi ay sila noqoto waxay iska leedahay caa'id waxaan kalan soo qaadanay jumladu haddii ay sifo noqoto ama nacti ay noqoto waxay iska lahaan jirtay raabit haddii jumladu xaalo ay noqotana waa sidoo kale raabit laakiin waxay uga duwan tahay xaaladan jumladan xaalada noqotay raabidkeedu wuxuu iska noqon karaa waaw isku xiruhu wuxuu noqon karaa waaw bis wuxuu kaluu noqon karaa damiir wuxuu kaluu noqon karaa waaw iyo damiir wada jira raabidku saddexdaasuu noqon karaa addamiiru faqad walwaawu faqad aw addamiiru walwaawu jamiican damiir keligiisuu noqon karaa waaw keligiisuu noqon karaa labadooda wada jirana wuu noqon karaa aayaddan marka fiiri tusaalaheeda alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim walxaal hum uluufun jumladaas markaad icraabayso waxaad leedahay alwaawu waawulxaali waawgan waa waawulxaal mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab hum damiiru rafcin munfasilun mubtada mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin ألوف خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال
جملة في محل منصوب ومحن لنا جملة في محل نصب. وهذا سمعنا وقالا الحال هو الاسم المنصوب مركا رابط كي أو هذا جملة مركا فيرس رابط كي لو شيء نقد واو يو ضمير وهم واو لاس يهم تاس لبدي بروح اسكن نقد جملة ويكو كلمة مركا محل هذا هي وجملة الحال مرتبطة بالواو والضمير جملة الحال نوحي الرابط وهذا لا هي واو يضمير وجملة الحال مرتبطة بالواو والضمير جملة الحال نوحي الرابط النغضي واو يضمير وذجرة واو يضمير وذجرة الحال حالك هو حالك الاسم اسم اسم كاسو المنصوب لكرده اسم كاسو المفسر فسرة لما الذي كينبه مقرصون هذا أو من الهيئات قاببك وذلك نحو قولك وهذا الكاغو كلا أتري جاء زيد زيدا يمد راكبا حال وكرسين وركبت الفرس فرسك أيان كوري مسرجا حال ويهي مثل كوري أو كورا لساري وركبت الفرس فرسك أيان كوري مسرجا حال ويهي مثل كوريي مسرجا مسرجا هذا تراهيد والرأض أن نكررنا وحنا نغنى اسم المفعول وحنك حالين إنه فرس كمركا فرس مسرجا حال ويهي فرس كي مثل كوريي هذه لكن رأض الله أصدقه أولي راه مسرجا مسرجا حال أنوغو أن كوريي وكورا أن ويهي فرس كي ساسو نغن مركا سوي عرابينا مركا وركبت الواو حرف عطف ركبت فعل وفاعل الفرس مفعول به منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره مسرجا وحال منصوب حال من الفرس فرس كان كحالين الأمر حال منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره قيبية أن هذا السوق هذا أنه مسرجا محيكة حال ذني من منتقلة مسوى اللازم منتقل واحد لأنه فرس كوليجيس مو حكوا تاجنان كورها أول لقفر ما يمي أوليجي لقفر تقلوا مركان فير إنه قيبتي كلو هاي مشتقة يجامدنا يا مشتق لأنه حولي هاي فعل ماضي مضارع أسرج يسرج إسراجا مستر كيس تاسو كويمان ولقيت عبد الله يعني لكل مي راكبا حال ويهي عبد الله مدابت كرسن مركا راكبا انت لو ما يلبو واتك حالين كرتا عبد داس ومفعول به واتك حالين كرتا معنو مركا وحكون نغن ولقيت عبد الله يان لكل مي راكبا حال ويهي عبد الله مد اساقو كرسن وحان كلون كحالين كرنا تعدى لقيت تعدى وفاعل كي فعل كآه مركا وحكون نغن معنوه ولقيت عبد الله يان لكل مي راكبا حال انوغو انصارنا هي قادتك أنو تأذن كحالين النمرخس أنو جو حال أنصارنا راكبا حاله يهي عبد الله يقوم يتسار مرنو حتك حاله يسي عبد الله مفعول به مرنو حتك حاله يسي فاعلك لبضو يكون بنانت ولقيت الواو حرف عطف لقيت فعل وفاعل عبد مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخر عبد مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر راكبا وحال منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخر إيه وما الذي كي أشبه ذلك المذكور وحا أن نسوى الشيخنا يوحي وإك تسالو ينكو أبدي هنا إنتا كليا هكو قابسن الشيخ كلي ويساقو حو تسالو كسيي سدح مثال كسيي حال ورنب شيخا سدح مثال سدح تسالو كسيي أديك الله يعرف أمرك بقولال يكمان كنوا تسالوين وحالا إن مسكح هذا يجيب كاي أتككن ستو أديك الله يعرف يوما أشبه ذلك حكم الشيخ ولا يكون الحال حالكم ما هذا إلا نكرة النكرة ما هن حولج ذا شيء الحالين يحال أدل ذا دائما وإنه نكرة نقول تسالوين كشيخ كسيد دب وآخر دب وآخر كل واحد أركي يقول نكرة جاء زيد راكبا محيطه راكبا سوى نكرة معها وركبت الفرسنا مسرجا تانفير
مسرة جوان نكره ولقيت عبد الله راكبا تهدنا فيه كل وحوي ونكره دائما حاله إن النكر النغته واجب ولا يكون مسألة كله هذا نكون شيء حكر شيخ ولا يكون حالكنا ما هذا إلا بعد تمام الكلام هذا الكتام نغشدي سكبعد ما هني ما الكلام دعوه بدك لو حكيري هذا الكمركو لما يسترمو كبعد يوهي ماذا حالك ومركو لما يسترمو محو لجهد مركو لما يسترمو لجهد هذا لقال يا يحوي إذا تركب الكلام من جملة كاملة إذا تركب الكلام هذا الكو هدو إساقكورو من جملة كاملة جملة لما يسترم جملة ما يكون لما يسترم كرتا مبتدأ خبر فعل يفاعل جملة مركز سدع أقول لما يسترنته أي حالة ما هذا هو لجهد ثير مركز دبو آخر تصالوين كشيخ جاء الزيد سو جملة لما يسترن ما فعل يفاعل جملة بوحده كبعد حالة إسكتم راكبا وركبت الفرس ركبت وجملة تامة فعل فاعل كبعد يا وحيمد مسرجا ولقيت عبد الله وجملة ما يسترى عبد الله الله كله هذا الناقص ما راكبا كبعد يا حالة تمت معناها سألوا لجل ومركي جملة كلامك اسككرة من جملة تامة جملة ما يسترى كلامك مركو اسككرة مركها كبعد يا إمام لكن هو فهم من الجدد ولا يكون إلا بعد تمام الكلام لو لم يجدوا أن الحالة يستغنى عنها ساس ما هم عنه والله كافت ما هو الله ما باهنا ساس شيخ لم يجدوا حالة ده لغة العربية لغة ما باهنا وحلو باهن يهي ما أهن حاله ساس هو فهم سيدا شيخ لم يجدوا المحول الجدد إذا تركب الكلام من جملة تامة كلامكم مركو اسككروا جملة تامة وفعل فاعل كي مبتديه يا خبر كي لما يسترن مركا كبعد يتم هذا هو الجهد لكن معنوه ماها حالة والله قم مارما هو اسكب بلاش لولا مجهد لأنه في بعض الأحوال وحد أركي هذا الكيبة إنا اللي فهمي كرينا مرارك غار أركي إلا حالة إن لقود واقو ماهن مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما آيات المركة في رسيب سماواتك يا أرضي أنت ولا حيسة إلهي يحرم أنا نبور هدي الله عبنا اللي قلت لك الأسكرا في الأكور ما الفهم إلى هذا مرك حاله ما لقوا مارمك حاله لقوا مارمك وحلم إذا ولا تمشي في الأرض أرضي ده دحلي لها كسعا مرحن هدي الأسكرا في لها مرحن حاله ده هدينا الشيء لهين خوفكم حدي لها وحقيقة ده هدينا أرضي ده كسعا يا أرضاه دارهم خصوصا عن حقيقة هذا وقف كل هلا حالة أنا معنيه كوقي حيسو مرح عن حالته يديقو كبره كبر كبر أرضاه إلهي خصوصا عنه هذا تواضعي أرضاه أنا إلهي خصوصا مرح وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عباد الرحمن وحوي مركي سعنا يانا يقو متواضعين يسعدا وإلهي تواضعي إذن مركي حالة وحامرارك قاردعي كرتبا إن هذا الكيب اللي فهمي كرين إلا إذا إن لقود واقو ماهن إذا إن لقود واقو ماهن هذا الكيب إن اللي فهمي كرين ساسي أرجي إلى شيخه ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها نسألك لهدنا وحكي لشيخه ولا يكون صاحبها صاحب الحال حالة صاحب كيدو ما هذا صاحب كيدا محل الجدة ومثل كأنه ده إنه حالان كحالينا ومر كان مرة جاء زيد راكبا حال زيدكو راكبا وحال من زيد مثل كأنه حالك حالينا يوم ما هذا إلا معرفة ما هنا صاحب الحال وحال لازمة إنه معرفة النور لازم ديبو آخر تسألوين في الشيخة جاء زيد راكبا حال زيد راكبا وحال من زيد زيدنا ومعرفة زيدنا معرفه معرفه ونسوق هذا إلى شن قيبت قيبتك هي عالم سماها وركبت الفرس مسرجا مسرجا صاحب الحال هو فرس هو فرس حقيقة هي معرفه قيبته يا فيه الألف واللام لقيت عبد الله لكم راكبا
راكبا صاحب حال كذي وعبد الله حقيقة يا علم وعلم علم عبد الله وهالقف مجي عيسى علم هدي أنك حال إنه تأذنا راكبا حال أنوجو أنكرسنا تأذو حقيقة سو قلب عارف هذا يا ضميره ضميره هوها أعرف المعارف أعرف المعارف بعد اسم الله تعالى مركب مقعيد إلهي لقى صوته وحا أقص الرأي معارفته ضميرك أقص الرأي مسألة داس إمام السيبويه رحمه الله تعالى أيها كتبت تاريخ ذو حيث قان مركب قيريو دي شيخ أيها هردل لقو أركي منام لقو أركي إمام السيبويه مركب سوحا ليري ما فعل الله بك إلهي محوك وسمي محاد إلهي كلاكول أنت السيبويه مركب سوحي ردن مدافن إلهي كلاكول إلهي وإن حريست دم بيجي وداف حاكم إذا هاي الليل وحيا الله إلهي كون حريست وإلهي كون دم دافع حيا الله إلهي كون دم دافع حاكم إذا هاي ويري وحنديه جرو ويري أعرف المعارف بعد اسم الله تعالى الضمير معرفته وحاقوه معرفة بدن مركب مقعيد إلهي لقى صوته ضميرك أما الضمير يا مقعيد إلهي الشغائس كماله هو مقع إلهي وحبه وقالسا عنده جرو ومقع إلهي وحب الله ما استمي جرم مقع إلهي وحب الله ما استمي جرم ووحكم معرفة بضان مقع إلهي مجران أي عنده جرم تعليم كي وينين تي إلهي أن وينين جرم أي إلهي يقدم بالأفور إمام السيبوي مركة وحوه نحوها يعني يعني الله ملايين العلم إسكا جاء زيد إسكا أهو جاء زيد جاء زيد وحوين أكد حجرة وحوين أكد حجرة وحكر الشيخ ولا يكون صاحبها صاحب الحال حال هذا صاحب كذو ما هذا إلا معرفة معرفة معنا والله سبحانه وتعالى.